لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل. تأملنا في الجزء الذي سبق الآفات الطبيعية التي تضرب المدن الكبيرة، ورأينا كذلك أن هناك كوارث طبيعية أخرى يتسبب فيها الإنسان بيده وتلحق الدمار والخراب بالمدن الآهلة بالسكان. وعندما نتأمل في هذه الكوارث أكثر نلاحظ أن بعضه يعتبر علامة من علامات القيامة. ومن بين هذه العلامات التي وردت بكثرة في الأحاديث النبوية نجد الزلازل. حسب ما أورده مركز الإعلام القومي الأمريكي للزلازل، وقع في عام 1999 فقط 20,832 زلزالا، ونتيجة لهذه الزلازل فقد عشرات الآلاف من الناس حياتهم، وهذا العدد يعتبر مرتفعا جدا بالمقارنة مع السنوات التي سبقت. وعند النظر في كثرة الزلازل وارتفاع القتلى نتيجة ذلك نتذكر مرة أخرى الأحاديث التي تتحدث عن دلائل آخر الزمان. بين يدي الساعة موتان شديد وبعده سنوات الزلازل. يفيض المال حتى لا يقبله أحد، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. نلاحظ اليوم أن الفقر كثير وأن المعيشة ضنكة مع كثرة الأحاديث النبوية التي تخبرنا بأن ذلك سيتغير وسيصدقه الواقع، وذلك قبل يوم القيامة حتما. فهناك اليوم أناس كثيرون في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية وشرق أوروبا يعيشون في فقر مدقع. وحسب الدراسات التي أجريت فإن ربع سكان العالم، أي ما يقرب من 1.5 مليار، يعيشون في حالة من الفقر والضيق لا يمكن تصورهما. ووفقا للإحصائيات التي أجريت في عام 2000 فإن 826 مليون فرد يعانون من سوء التغذية، بمعنى أن كل واحد من بين 6 أشخاص يعاني من الجوع. والسؤال، لماذا كل هذا؟ هل هناك نقص في المصادر؟ كلا، إن توزيع الثروة توزيعا غير عادل وبشكل غير متساو بين الناس جعل قلة صغيرة جدا فقط من الناس تتمتع بهذه الثروات.
وفي مقابل هذا هناك مئات الملايين من البشر يرزحون تحت خط الجوع والخصاصة والضيق الشديد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدم المساواة هذه تفاقمت أكثر منذ مطلع القرن العشرين. وأما السبب الأساسي في هذا المشهد المأساوي فهو بعد الإنسان عن القيم والمعاني الأخلاقية السامية، وبعد الناس عن وحي الله تعالى. إن من أشراط الساعة الفحش والتفحش. إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الزنا. من أشراط اقتراب الساعة أن يرفع الأشرار ويوضع الأخيار. إن القيم الأخلاقية هي التي تنظم العلاقات بين الناس تنظيما مثاليا في أي مجتمع من المجتمعات. غير أن القيم الأخلاقية التي تحفظ مجتمعاتنا التي نعيش فيها في الوقت الحاضر أصبحت معرضة لتهديد حقيقي. ومن المؤشرات المهمة على الانهيار الأخلاقي الذي أصاب المجتمعات الحالية الشذوذ والتجارة بالجنس والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والجرائم الجنسية والاغتصاب وارتفاع نسبة الأمراض الجنسية. ومن الأمور التي تثير الانتباه فعلا انتشار ظاهرة الشذوذ المثلي لدى الجنسين. في أيامنا هذه أصبحت هذه الظاهرة منظمة على نطاق العالم، وهناك أحزاب وجمعيات ترعاها، بل إن بعض الدول تسمح بعقد الزواج بين رجل ورجل آخر أو بين امرأة وامرأة أخرى بشكل رسمي، وهم بذلك يعلنون الحرب على المقدسات الدينية والقيم الأخلاقية للمجتمعات. وهكذا فإن هذه الظاهرة عرفت في وقتنا الحاضر أوسع انتشار لها بعد مرور 14 قرنا من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والأحاديث النبوية الشريفة تخبرنا أن الرضا بالمعاشرة الجنسية الشاذة على هذا النحو هو من العلامات البارزة.